انا اللي شاغلني جدا هو ازاي نحرك محمد صلاح في مباراه زي دي. يعني انت لو حركت فعلا محمد صلاح في مباراه زي ديت، اولا هتاخد انتاج عظيم جدا من محمد صلاح يا اسلام طبعا، وكمان هتقدر توقف الليفت باك القوي جدا عندهم كوت ديفوار. فازاي نقدر يعني ازاي نوصل محمد صلاح للمنطقه العظيمه دي؟ اولا محمد صلاح لازم يلعب في مركزه ولازم يكون عنده حريه في الدخول في قلب الملعب عشان يستغل المساحات الفاضيه اللي محمود لسه شرحها حالا دي، يتحرك في ظهر سيري، يخش في قلب الملعب، وفي نفس الوقت دايما محمد صلاح يبقى معلق لقدام. استاذ كريم، احنا عندنا مشكله كبيره جدا في شكل منتخب مصر وهو بيدافع. والخلل ده وجهه نظري اللي انت بتقوله ده، ان كروش طول الوقت عايز يحرر محمد صلاح من الادوار الدفاعيه وانه يلعب براحته خالص. تعال نترجمها على الصور، تعال نترجمها، تعال نترجم المشاكل دي على الصور. في عندنا مشاكل موجوده فولدر لمنتخب مصر كده، في المشاكل اللي احنا عانينا منها في الدور الاول كله. بص، ده ماتش نيجيريا، الماتش اللي كيروش بدل فيه مصطفى بمحمد صلاح، ووجهة نظري المكان الوحيد ان هو كان عايز يحطه هنا عشان يقفل قدام اكرم توفيق. صح، ولكن محمد صلاح ما بيضغطش. بص الراجل ايكونج، بص كام لعيب، بص كام زاويه تمرير الراجل ده ممكن يعمل. عنده ثلاث خيارات انه يعمل باس، 1 2 3. ايكونج بيعمل ايه؟ بيزق الكوره ويطلع لقدام. مهم جدا ان منتخب مصر ما يسيبش بكره الراجل يعمل كده. بص الصوره اللي وراها، هتلاقي كونج، ان ايكونج ده قليل جدا بالكوره، ده لاعب كوره قليل جدا فعلا. راح فين بقى ايكونج لوحده؟ بص محمد صلاح واقف في النص ازاي، بص مصطفى محمد، وبص مصطفى محمد وتريزيجيه. رغم ان مصطفى محمد كان المفروض يبقى قريب من ده، وتريزيجيه كمان قريب من ده، لكن تريزيجيه كان جاهز ورا مصطفى محمد ده مكانه بالظبط. والاثنين موجودين فين؟ والكره هتتلعب لموسس، هيستلم لوحده. تعالى ناخد الصوره اللي وراها، هتلاقيها كربونه من الصوره دي اتعملت لمنتخب مصر. بص برده، بص منظر منتخب مصر، الاربعه بتوعنا هم. بص حمدي فتحي طالع فين، بعكس اللي انت كنت لسه بتقول اللي احنا عايزينه يحصل بكره. عايز حمدي فتحي يبقى وسط حجازي ومحمد عبد المنعم طول الوقت، ما يطلعش قدام. بتتلعب هنا بقى لما مصطفى محمد رجع لعب في مكانه وبدا يقطع زوايا التمرير بينهم ومن بعض. بص مصطفى محمد واقف بيبص للراجل، الراجل ده عنده اوبشن وحيد يزق الكره لقدام. زق الكره لقدام، مصطفى محمد راح ضغط عليه غصب عنه، هيعمل لعب كره طويله، الوينش هيشيلها من فوق على طول، فانت غلطته. فاولا يتسيب له مساحه تقفل زاويه التمرير على السنتر باك اللي جنبه، فتخلي الراجل يلجأ للكره الطويله طول الوقت اللي هي اسهل على ديفنس منتخب مصر. لكن هتخليه يطلع يبني هجمه بشكل منظم، هيبقى عندك مشكله. ما عندكش اي مشكله، هيبقى عندك مشكله لو بنى بشكل طبعا منظم. طبعا الحته بتاعه المنظومه اللي بقول لك عليها، ده منتخب مصر وهو بيدافع. بص ادي الاربع مدافعين لعبتنا كلهم، اللي هناك خالص على اليمين ده عمرو السوليه، رايح يمين خالص يغطي مكان محمد صلاح. وبص مصطفى محمد هو اللي في النص، وعلى الشمال تريزيجيه. بص تريزيجيه كمان هو بيلعب شمال، فالمفروض تريزيجيه يكون مع الراجل رقم 12 بتاع السودان ده. تخيل الباس ده راح للراجل بتاع رقم 12 ايمن اشرف داخل لجوه اوتوماتيك، فالراجل ده بقى انفراد. بص منتخب مصر هو بيدافع، ادي 4 و2 في النص، 22 ده مرموش راجع، محمد صلاح لسه ما رجعش، فالكرة بتتلعب طويلة هناك ناحية الراجل الباك ليفت عشان ياخد الكرة ويطلع. فبالتالي لازم محمد صلاح لو مش هيأدي الأدوار الدفاعية يبقى في لعيب تاني بيأدي الدور ده عشان محمد صلاح اشتغل عليه في التحولات، هو اللي أطلع مين اللي يلعب ناحية محمد صلاح في نص الملعب، نيني ولا سولية؟ 8؟ لا السولية، السولية. أنا لو عليا حمدي فتحي، يعني أنا عايز واحد أتقل، واحد قوي عنيف يلعب في ظهر محمد صلاح طول الوقت، عشان طول الوقت الجبهة دي تبقى متغطية، لأن الجبهة دي فيها كمان عمر كمال عبد الواحد اللي هيتلعب عليه من زها أو من كورنيه، وهو أصلا مش باك ليفت، مش باك رايت أنا آسف. فأنت متخيل الجبهة دي محتاجة مساندة قد إيه، لأن فيها كمية خلل. راجل مش باك رايت بيلعب باك رايت، وفيها واحد مهم جدا بالنسبة لك وواحد من أهم لعيبة العالم ما بيأديش أدوار دفاعية، لأن أنت مش عايزه يؤدي الأدوار الدفاعية. لا كمان جبهة نارية طبعا، راجل كونان ده رهيب، اللي فيها كونان واللي فيها كورني بالزبط. بص برضو تاني، ده منظر دفاع منتخب مصر. بصوا يا جماعة، الكرة الراجل ده بيعدي من وسط الاثنين، ده عمرو السولية وتريزيجيه، الراجل عدى من وسطهم اللي هو زي السلام عليكم عدى صلاح. بص الراجل اللي هناك أبو دايرة زرقاء ده لوحده تماما. ما ينفعش منتخب مصر يكون الفورميشن بتاعته 4-3-3، لما تتحول للحالة الدفاعية هتبقى 4-5-1. ما ينفعش يبقى في الحالات دي. اللقطة دي كمان مهمة قوي، كل دي حالات غلط، لأن هو الموضوع اللقطة دي بالذات قرأت كذا مرة. محمد عبد المنعم بيقرر إن هو هيروح يقابل المهاجم اللي سقط، فجأة بتلاقي بص إزاي اتجاهه جسمه هيرجع، فالراجل ده ببساطة بيستلم ويسلم بسهولة. أعتقد الثلاث أو الأربع مرات للسودان في الشوط الثاني راحت علينا بيهم كان بسبب لقطة شبيهة لدي مع محمد عبد المنعم مع المهاجم. دايما لما بتقص على الحالة الدفاعية لأي فريق وأنت بتبص تشوف اللعيبة مرصوصة إزاي، تقدر تقول لها بدافع 4-5-1، بدافع 4-4-2. بص الصورة دي ما تقدرش تقول منتخب مصر بيدافع إزاي أصلا. تعرف أنا بخاف من اللقطة دي قوي اللي أنت قلتها محمود قالها. على فكره دي ده خطا عند معظم مدافعينا، يعني سنتر باكس، ان المهاجم ياخدك لبره وانت رايح معاه. صح، انت طول الوقت بتبقى رايح وسايب مكانك، وتبدا تتلخبط، تبدا تروح فين واجي منين، وتلاقي المساحات اتضربت في اننا في 3 ثواني بالظبط.
فاكر اول صورتين عرضهم لهالر والناس بتقرب منه. هالر بيعمل كده على طول، لو مش هيعملها من فوق هو هيقرب وياخدها من تحت، هيبعد عن السنتر باك شويه فيسحب عبد المنعم زي ما ضياء بيقول عشان تتفضل مساحه الراجل مثلا الكورني او اي حد جرادل يتحول يخش في المساحه الفاضيه دي. طبعا الصوره دي صوره سيئه جدا لانها عشوائيه لمنتخب مصر. وبص الخط اللي متوصل ما بين صلاح ومرموش، دول الاثنين المفروض يكونوا راجعين، انت هنا بتدافع بتسعه فيهم اثنين مش راجعين ومصطفى اوت اوف كادر اصلا، فانت بتدافع بسبعه وسبعه كلهم متكومين في حته يعني. تعال ناخد الصوره اللي وراها عشان نشوف الشكل اللي المفروض يكون شويه احسن لمنتخب مصر. هنا الخطوط قريبه، الراجل عمر مرموس رايح، مصطفى محمد هو اللي جاي يغطي ناحيه اليمين، صلاح هو اللي مرجعش هو الاوت اوف كادر. الحاجات دي حصلت في ماتشات دور المجموعات ولازم ما تحصلش ان شاء الله. على فكره انا ما عنديش مشكله في معلش هاتوا الصوره اللي فاتت يا جماعه بعد اذنكم، انا ما عنديش مشكله انه مصطفى محمد في ادوار دفاعيه يرجع، بس يرجع البوزيشن بتاعه بعد كده سترايك. ما هو ده بيحصل في ليفربول ان فيرمينيو هو اللي بيروح يغطي ناحيه محمد صلاح، محمد صلاح بياخد مكان فيرمينيو لحد ما يخلص الموقف الدفاعي ويرجعوا ينظموا نفسهم تاني. حصل في ماتشين ليبيا وحصل في ماتشين ليبيا. برافو عليك، هنا كان مع مصطفى اللي بيرجع ياخد الدور ده. برافو عليك، بس يرجع بعد كده للبوزيشن بتاعه هجوميا، ما يبقاش العكس. ما يبقاش العكس بالظبط. معلش هناخد الصوره اللي وراها. معلش يا كريم هوريك بقى حاجه برده، احنا بنلعب 4-3-3، ما ينفعش ابدا تكون بالخط ده وانت بتبني الكوره الفلات على خط واحد، ده ما يحصلش. حصل في كذا ماتش لكن تدريجيا في ماتش غينيا وماتش السودان بدا يختفي شويه وبقينا نلعب بالطريقه الطبيعيه. ناخد الصوره اللي وراها، الحاجات دي كلها لازم تختفي من ماتش بكره. ده المنظر الطبيعي اللي انت عايز تشوفه، ان النهارده واحد وعلى اثنين تمانيات وطالعين. وبص منتخب مصر منتشر في حاله الاستحواذ، ست لعيبه لمنتخب مصر، واهم حاجه لو عمر كمال عبد الواحد هيطير فتوح يقف. أيوة. لو فتوح هيطير عمر يقف.